مسكوت. يعني انت ضد اي مكان يمنع اي حد لابس حاجة معينة لاي سبب؟ يعني لو مكان، لا يا فندم. لا حضرتك، بس انا كنت عايزة اكمل الحتة دي. في حاجة اسمها دراس كود، يعني مثلا الاوبرا معروف الاوبرات في العالم كله ما روحش بشورت، لكن ما يقوليش الجاكيت اصفر ولا بني، ما يقوليش بصف زراير ولا صفين، ما يختارليش التفصيله. فنفس الحكايه بالنسبه لحمام السباحه، هو يقول لي ان هو الدراس كود بتاعي سويم سوت، ممنوع نزول الا بالمايو بخامه المايو، لكن ما يقوليش متفصل شكله ايه. لانه على فكره هو في ناس كتير لها سبب يا فندم، لا سبب طبي على فكره، كانت بيلبسوا البركيني. هي بتقول لك ليها سبب طبي، انه سبب طبي يا استاذ عمرو بيه. هو على فكره انا طبيه ان البركيني اسود. طب قول لنا يا استاذه فاطمه، لاني انا ان كم الهدوم الكتير جدا على الانسان معناه كم ميكروبات كتير جدا على الانسان، معناه ان انا ما اقدرش اشوف اذا كان هذا الشخص مصاب بجذام او باي مرض او حاجه وبينزل الحمام ينقل البتاع. هي الفكره في المايو انه اقل قدر ممكن من، وبينزل حتى اشوف اذا كان هذا الشخص مصاب بجذام او باي مرض او حاجه وبينزل الحمام ينقل البتاع. هي الشخص مصاب بجذام او باي مرض او حاجه وبينزل الحمام ينقل البتاع. هي الفكره في المايو انه اقل قدر ممكن من الغطاء علشان تعوم في المي بوم حاجه وبينزل الحمام ينقل البتاع. هي الفكره في المايو انه اقل قدر ممكن من الغطاء علشان تعوم في الميه وتبقى اولا حتى يعني البوركيني اللي عرضته دينا كان حاجه راقيه وجميله جايبها مش عارف 300 دولار وكده، لكن احنا بنشوفه. بينقل البتاع. ايه اللي بينقل البتاع؟ انتوا عندكم مشكلة مش عارف في ايه بصراحة. انا عايز ادور على المشكلة. ايه اللي بينقل البتاع؟ انتوا حليتوا مشاكل الجهل. ايه اللي بينقل البتاع اللي بيتنقل ده؟ وانتي مش طبيبة، الهدوم اللي بتلبسها بقت كلها ميكروبات. اقلعها عشان تتخلص منهم. اقلع الهدوم، امشي عريان. والله كما ربنا خلقنا، اخبالك ما تصدرش نفسك. الهدوم هتجيب لك ميكروبات، هتنقل البتاع، بالذات لما تنزل حمام السباحة. انتوا، انا عايز اسال سؤال. انتوا عايشين ليه؟ انتوا جيتوا الكوكب ده ليه؟ مين اللي انتوا جيتوا؟ انتوا منين؟ انتوا من انتم؟ ها؟ بتشتري مايو ب 300 دولار وماشي. 300 دولار يعني حوالي 5000 جنيه. ومالها الجلابيه؟ مالها الجلابية القطن الكستور، واخد بالك انت ازاي؟
تعرف ان المايوهات بتسبب تهرش لانها مش معموله من القطن. شوف هنا بقى، شوف هنا العلم بقى، واخد بالك انت ازاي؟ ها يعني اي حاجه غير قطن انت بتلبسها على جسمك دوت مش كويس للجلد بتاعك، لانه بيمنعه عن التهوي، واخد بالك انت ازاي؟ ومصنوع من مواد بتروليه، واخد بالك؟ ها الستان الا بقى اذا كان حرير او قطن، واخد بالك انت ازاي؟ ها فالقطن المصري لا يعلى عليه، والعقل المصري برضو لا يعلى عليه. في الحوارات بنعمل حوارات من الهوا، احنا بندهن الهوا دوكو، احنا بندهن الهوا دوكو يا جماعه، وبنعبي الشمس في ازايز، واخد بالك انت ازاي؟ انا زهقت منكم بصراحه، انا زهقت منكم. عايزين نهتم بالشوارع والنظافه، عايزين نهتم بالتعليم، عايزين نهتم بالصحه، عايزين نهتم بالبيئه، واخد بالك؟ انا مال امي واحده بتنزل بمايوه، واحده بتلبس بربطوس، واحده بتلبس سلبوته، واحده بتلبس مش عارف ايه، انا مالي انا؟ اما كل واحد حر يلبس اللي يلبسه. اللي بيلبس دلوقتي بقى مشكله، اللي يقلع مش مشكله. ما هو انا دلوقتي هيجيلي جنان، انا هيجيلي جنان. البني ادم بيعمل ايه؟ بيعمل قواعد وقوانين تناسب امه، واخد بالك انت ازاي؟ تخيل بقى حمام السباحه ده مفيش مايوهات، طب احنا رايحين حمام السباحه ليه؟ مش عشان نتفرج على المايوهات يا جماعه، واخد بالك انت ازاي؟ ونتفرج بقى على المايوهات والناس المبلطصه والناس اللي بتشتوي في السماء في الشمس وبتاخد بتاع عشان لونها يتغير، واخد بالك انت ازاي؟ مفيش حد لونه بيتغير غير الحربايه، الحربايه لونها بتتغير ليه بقى؟ عشان تعيش، واخد بالك انت؟ الحربايه، عارف الحربايه في الصحراء تلاقيها ايه؟ شبه الرمله، في الخضره تلاقيها شبه الخضره، قارش انت ازاي الخضار؟ ربنا خدر سناتكو ويخدر السنين ديك ابوكو واحد واحد، عشان انا زهقت معاكم ومش عارف اعمل يوتيوب ومش عارف اعمل فيديوهات خالص، واخد بالك انت ازاي؟ الولايه بتقول لك اصل الهدوم فيها ميكروبات وما فيهاش ميكروبات، واخد بالك انت ازاي؟ ايه يعني انت المايو دوت هو الميكروبات كلها بتيجي منين؟ من المكان اللي بيغطيه المايو، هارش انت ازاي؟ هي الميكروبات هنا خلاص، وهنا بقى واخد بالك انت ازاي؟ اصل انتوا تنزلوا بالميه وبعدين شكلكوا كده مش ايه، مش ماشي مع الموضه بتاعتنا، واحنا لازم الموضه بتاعتنا نتمشى كده ونبين بقى البتاع. طب افرضي يا حاجه انت عارفه يعني يا جماعه، يعني احنا نص الشعب مطيزين، لو لبسوا مايوهات مش هيمشي، مش هينفع، هنكره البحر. فهم الناس بيحترمونا وبيلبسوا البتاع جلاليب وبراطيس وبتاع، واخد بالك؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان احنا نستمتع بالبحر، هارش انت ازاي؟ يعني انت شفت جاموسه لابسه مايو؟ انا عايز اسالك سؤال، شفت جاموسه بقره لابسه مايو؟ الا اذا كان دماغها طائق زي البت خمسه مواه، واخد بالك انت؟ ممكن تحصل دي بقى، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد كده ندعو ان المطيزه موضه، ونقضي بقى على المطيزه الثانيه بتاعت المايوهات، واخد؟ ما هي حرب المطايز، واخد بالك انت ازاي؟ في ناس بتغطيها وفي ناس بتاخد فيها، وربنا يا جماعه